مرة تانية وفقراتنا طعم البيوت. طبعا دايما بنكون حريصين معاكم ان احنا نغطي في فقراتنا مختلف المجالات داخل الوطن، ويمكن من الموضوعات المهمة اللي حابين نلقي الضوء عليها النهاردة وهي دور مؤسسات المجتمع المدني في كيفية يعني المساهمة داخل المجتمع بشكل عام، وازاي دورهم واهمية هذا الدور، ازاي يكون في نوع من انواع الرعاية والتعامل بجانب طبعا المساعدة على عمل الخير ومحاولة مد اليد لمن يريد أن يكون متطوع. كثير من الأسئلة وكثير من الإجابات عند ضيوفنا، لكن خلونا في البداية نخرج لفاصل ويكون معنا تقرير من داخل المركز القومي للبحوث وفي إقامته للمؤتمر 16 لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية احتفالا باليوميل الذهبي للمعهد، وده طبعا لمناقشة موضوع لربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق على صحة الإنسان وعلاجه. خلونا نشوف التقرير ونرجع بقى نستقبل ضيوفنا، خليكم معنا. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، بنجدد التحية بيكم. وزي ما بنتكلم دايما وبنقول ان لازم يكون لنا دور كأفراد داخل المجتمع، بس المرة دي بقى بنتكلم مش دورنا كأفراد، أفراد داخل مؤسسة خيرية تقدر ان هي تقدم خدمة للمجتمع، لان اكيد عمل الفرد ممكن ما يظهرش لانه هو بيعمله على مستوى الشخصي على قد قدراته، لكن لما نكون داخل مؤسسة بتحاول ان هي تمد يد العون لكل محتاج، لكل متضرر، لكل شخص عايز احتياج، اكيد الدولة كمان بتقوم بدورها، لكن في دايما بيكون في الجانب المشرق من المجتمع وهو مؤسسة المجتمع المدني، دورها بقى في مساندة كل الفئات، ممكن تحديدا الفئات ذوي الهمم، وازاي بتقدر ان هي تساندهم بشكل كبير. كمان دور التطوع في حياتنا بشكل عام، كثير من الاسئله اكيد، ونحاول نتعرف على اجابتها من خلال ضيوفنا اللي منورينا معانا ومعاكم. دكتور ايمان جادو، استشاري التنميه البشريه ورائده من رواد اعمال الخير، اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، شكرا على الاستضافه. اهلا وحضرتك. كمان معانا الاستاذه منى طلا طارق، هي عضو في احدى الجمعيات الاهليه، اهلا وسهلا بيكي معانا. منورنا في البدايه. دكتور ايمان، دايما لما بنقول يمكن التنميه البشريه يمكن مصطلح ظهر في الاونه الاخيره، لكن التنميه البشريه بشكل عام وهو علم طبعا يحترم له الكثير والكثير من المجالات اللي تقدر تطبق على الانسان، هيك شايفه دور واهميه ان احنا يكون عندنا وعي باهميه هذا العلم داخل المجتمع بشكل عام؟ طبعا اكيد الوعي ان احنا نكون مثلا التنميه البشريه عباره عن يعني القاء نفسي، فلازم نكون دوره ايه بقى؟ دوره ان احنا ازاي ندي الايجابيات للمجتمع، يعني بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان احنا مثلا نجيب مثلا نروح مثلا مؤسسات، نروح جمعيات، نروح دارات. بيشتغل اكتر يا دكتور على العامل النفسي؟ طبعا اكيد اكيد طبعا بيشتغل على العامل النفسي اكيد، لان احنا طبعا انت عارفه الظروف والضغوط النفسيه اللي بتاثر على البلد دلوقتي، فطبعا ليه دور هام. تمام، وده اللي احنا بندرسه طبعا. اكيد طبعا. كمان يجي دور بقى استاذه منى، عاوز اعرف منك دخولك داخل مؤسسات المجتمع المدني وهذه الجمعيات الاهليه، الموضوع كان من زمان ولا كنتي لسه من فتره قريبه؟ من ايام ما كنت بدرس في الجامعه. كنت يعني كنت انا كنت بشتغل في الاول في العمل التطوعي تبع المؤسسات الاهليه، ابتديت اتعلم منهم حاجات كتيره، عرفت ان هو ليه شروط في التطوع، مش اي حد ينفع يتطوع، شروط التطوع ان احنا ما يبقاش يعني العمليه كده عاديه، لا في مواعيد انصراف، في مواعيد حضور، كنا بناخد دورات تدريبيه للتاهيل لكده، استفدنا كتير، فكملت معاهم في المؤسسات الاهليه وكده. رب كل التوفيق ان شاء الله. دكتور ايمان، مجتمعنا مجتمع مختلف دايما كده، عنده الموده والرحمه، يعني وهو ماشي على طول بيفكر كده، هو ماشي ما بيهونش عليه حد يكون زعلان، حد يكون جعان، بيحاول ان هو يشوف دايما، ودايما بيدي يعني بيدي او بيمد ايد العون دايما مساعده. عايز اعرف مع حضرتك شايفه ده ازاي داخل مجتمعنا، وازاي ان احنا قبل ما نوصل لمرحله ان يكون عندنا مؤسسات مجتمع مدني او جمعيات اهليه، لا احنا الخير فينا وبنحاول ان احنا نقدمه ولو في حاجه بسيطه، شايفه ازاي؟ انا شايفه بقى من كل يعني ارتباطاتنا ببعضينا، لما نشوف مثلا حاجه كده اسره محتاجه مساعده، مش لازم ان احنا يبقى في مؤسسه او في جمعيه عشان احنا نقدر نساعدها. انا بلغي العمليه دي خالص، انا بشوف الاسره
دي ازاي انها ببص لها بنظره المحبه والحب. انت ايه اللي محتاجاه؟ ايه اللي عنده؟ الاسره دي محتاجه ايه؟ محتاجه مثلا ايه؟ حاجه ماديه بنساعدها ماديا، محتاجه حاجه معنويه بنساعدها معنويا، مش لازم تكون من اتجاه جمعيات او مؤسسات. طيب. لا، احنا بنشوفها بنظره الحب والايه والتعاطي وال دكتور ايمان. الخير كده بتحس انه متوارث من اجيال ورا بعضها من غير ما حد يقول لحد اعمل كذا خالص. وبعد كده احنا متوارثينها من ابائنا وامهاتنا من اجيالنا. انا طبعا انا مش طلعت كده ان انا مثلا عايزه اعمل فعل خير، لا طبعا. اكيد لا طبعا، دور الاسره مهم. دور الاسره مهم جدا، وبعد كده مش المجتمع عليه كل حاجه، لا الاسره والمجتمع طبعا. انت حتى لو انت كده احنا تعودنا بنقدم يد المساعده. تمام، بنقدم. تمام. اتفضل. استاذه منى، فكره التكافل الاجتماعي وعمل الخير من وجهه نظرك هي فكره ام ثقافه؟ طبعا هي فكره. احنا كدورنا في الجمعيه بنعمل حاجات كثيره قوي، مثلا الرعايه الصحيه لكبار السن دي حاجه مهمه جدا. احنا بننزل حملات لدار المسنين، بنقدم لهم خدمات طبيه، رعايه صحيه، في اطباء كمان بيساعدونا في عيادات خاصه، بيوفروا الكشف المجاني، الادويه مجانا، بنساعد كمان اليتيم، كفاله اليتيم من الحاجات المهمه جدا ان احنا بنقدر نوفر لهم ملابس صيفية، ملابس شتوية، بنساعدهم على التعليم ليكون لهم دور فعال في المجتمع. فحاجة مهمة جدا. والغارمات برضو دي قضية مهمة جدا، ان الغارمات سيدة بتدخل السجن في مقابل مثلا 3-4 آلاف جنيه. احنا جمعية بنتحرى الاول، بنشوف هل هي اللي وصلها لهذه الدرجة، وبنحاول نتكفله. طب استاذة منى، انتوا يعني دايما بنقول ان الدولة ليها دور كبير، فالدولة بتقوم باللي عليها، لكن احنا يعني حالة ان هي تغطي كل مزبوط. حاجة مزبوط. وزي اي دولة في العالم مزبوط. فلازم يكون في دور لمؤسسات المجتمع المدني. من وجهة نظرك الدور ده بتقدروا ان انتوا تقدموه؟ واضح ان في اكتر من مجال داخل المؤسسة او طبعاً. داخل طبعاً الجمعية. طبعا احنا بنعمل تحري وبحث بالزبط. تمام. واهم حاجة كمان المشاكل الاسرية. يعني انتوا عندكم اقسام؟ عندنا اقسام كتيرة. تمام. عندنا حملات، كنا بننزل بالذات في المناطق الريفية والمناطق العشوائية، بننزل بنلاقي تعدد الإنجاب، دي مشكلة كبيرة جدا. فاحنا كنا بيعملوا تسريب للفتيان والفتيات من التعليم، فاحنا كنا بنوفر لهم عائد شهري بحيث ان الولاد يبتدوا يدرسوا في محو الأمية. احنا كمان عندنا فصول تقوية محو الأمية. تمام. ومن خلالها بيقدروا يحصلوا على الإعدادية والثانوية. وفي نفس الوقت عاملين عائد شهري لأهالي الفتيان والفتيات اللي بيقدروا ان هم يكملوا مع اولادهم. مظبوط. دكتور ايمان، حضرتك يعني رائده من رواد عمل الخير، من وجهه نظر حضرتك شايفه اثر عمل الخير على الفرد وعلى المجتمع بشكل عام ازاي؟ هقول لحضرتك. المجتمع هو بمجرد ان انا المجتمع بيقدم مادي، نوع مادي. طب النوع المعنوي لازم الاسره، يبقى في هنا اسره وفي مجتمع. تمام. العمل ما بيبقاش على المجتمع بس، لا وعلى الاسره. بنيجي بقى ندخل الاسره، مثلا في اسره انها تطلب مننا نوع من نوع المساعده. ازاي؟ في عنده ايه؟ طفل عنده اعاقه، نروح نساعده ازاي؟ هل مثلا نشوف مثلا الاسره ديت الام والاب ازاي بيتعاملوا الطفل دوت؟ ازاي الطفل دوت دخل ومعاه اخوات طبيعيين؟ ازاي نوع المعامله؟ ازاي ان احنا نيجي نعمل، لا احنا نسمح نرشد بقى الام والاب هنا، انتوا عليكم عمل واحنا علينا عمل، المجتمع عليه عمل والاسره عليها عمل. بمعنى نشوف مثلا ايه الاعاقه، نيجي مثلا الام تبقى نقول له لا انت مهمتك ايه؟ انك انت ربنا وهبلك خير في البيت ده، مش حاجه وحشه، ده حاجه كويسه جدا. ازاي نسمع له؟ على فكره ده هو لو مش بيسمع او مثلا عنده اعاقه ذهنيه، لا ده هو بيفهم من اطرافه حتى. فنشوف نوع المعاق، نوع الاعاقه ايه، نساعده بقى. لو نوع الاعاقه مثلا قاعد على كرسي ومش محتاج، نجيب له مثلا زي ايه نوع من الشطرنج يلعبه كده ونقدم له في قلبي. تمام. نوع مساعده للاسره. يجي بندي فيهم روح المحبه والمعنويه. المجتمع دوره ايه بقى؟ ان هو يوفر له بقى الايه، يوفر له مثلا، يجيب له مثلا يقدر يرسم، نوفر له مثلا الالوان، نجيب له الكتب الرسم، ازاي يرسم، ازاي ننمي عنده الموهبه.
على فكره اللي عنده اعاقه بيبقى عنده موهبه جميله. اه طبعا طبعا دي بننميها فيه. ده دور المجتمع ان احنا بنقدر الاسره ديت مش هتقدر ماديا احنا نوفر لك الماديا، لكن العامل الاساسي على الاسره الصغيره والمجتمع. شايفه مردود ده يا دكتور عليهم ايه بقى؟ مردوده عليهم على الاسره؟ اه على الاسره. على الاسره ان احنا بنبص مش نقول ان احنا عندنا اعاقه يبقى عندنا مثلا نوع من الاكتئاب وان مثلا نبص كده لا انا زهقت انا، لا بالعكس ان احنا نهتم بيه ونسمع له، نروح اي جهات تقدر تساعدنا. لو انا مش هقدر ان انا انمي معاه لا احنا نوفر لكم الماديات، بس لازم يبقى في ايه نوع من المساعده من الاسره. تمام. يبقى عندكم ايه ان احنا مثلا نشوف الطفل دوت، يعني انا عندي في بس مش يعني مش مؤسسه، احنا حاجه صغيره كده بشوف فيها اطفال معاقين ازاي بيعزفوا، ازاي بيطلعوا يعني حاجات كويسه جدا. اه عندهم الكثير من المواهب اللي بنقدر ننميها بامانه. يعني انا بلاقيهم احسن من الشباب الطبيعيين. فهذه حاجه عندهم تحدي، عندهم اراده، عندهم اراده. تمام. في اسر بتبقى عندها استعداد بيسيبوا كل حاجه ويهتموا بالطفل ده. لان احنا مستقبلا ممكن يبقى هو احسن من طفل طبيعي. بالظبط. فدي الاسره بتساعدنا كتير يعني. ده اكيد يا دكتور. استاذه يعني استكمالا استاذه منا بقى الكلام دكتور ايمان. طيب. اذا كنا بنتكلم عن دور المؤسسات او العائد على الاثر بقى اللي بيعود على الاسره او على المجتمع، عايزه اعرف بقى انت قلتي الدور اللي بتقوموا بيه بشكل عام، انت شايفه اهميه الدور ده بقى في على المجتمع وعلى الاسره ازاي؟ طيب. وبتحسي ان ليكوا اهميه ازاي داخل المجتمع بشكل عام؟ خلال النتائج اللي احنا بنشوفها. احنا كمان لينا قسم ذوي الاعاقه ان بنقدر بنشتغل فيهم على ثلاث حاجات. ان احنا ازاي تأهيل النفسي، تأهيل السلوكي، ازاي بنقدر نخليهم يبتدوا ياخدوا كورسات كمبيوتر، ازاي يتعاملوا مع الكمبيوتر، ازاي ياخدوا كورسات انجليش، كورسات فرنساوي، ازاي نقدر نعلمهم ان هم المجتمع ما ينظر لهمش ان هم ذو اعاقه، لا هم ليهم دور فعال. فاحنا بنشتغل على كده. والتأهيل النفسي مهم جدا لان احنا من خلالهم ان احنا بنوديهم مثلا رحلات بيرفع من الدعم النفسي ليهم والتدعيم النفسي ليهم وكده. تمام. دكتور ايمان لما بنتكلم على العامل النفسي، يمكن انا ملاحظه ان حضرتك واستاذه منى كل كمان بجانب كل الحاجات اللي بنقولها، لكن العامل النفسي هو اكتر حاجه دايما بنشير اليها. عايزه اعرف ازاي الاسره تقدر ان هي تغرس في اولادها عمل الخير بقى بشكل عام عشان يقدروا في الاخر يبقوا زي استاذه منى كده اللي هو في نوع من التطوع بعد كده الانتماء لاي من المؤسسات او لهذه الجمعيات. شايفه دور الاسره بقى في تكوين الطفل او تاهيله نفسيا انه لازم يكون عنده نوع من انواع عمل الخير. تمام. من صغره ما خليش طفلي نوع عنده نوع من الانانيه. انا معايا حاجه، معايا انا نجيبها يعني اقل حاجه ساندوتش، ازاي تساعد ان انا صديق او صاحب ان انا اديله. انا لو غرسها بقى في غريزه يجي يكبر يقول صاحبي محتاج اديله. يجي سن مرحلة معينة من التعليم من أول مرحلة ثانوي يبدأ إن هو يخرج بقى يتطوع في جمعية الأسرة هنا بتساعده بقى، مش هو كمان يعني هي كمان لازم توجهه. لازم توجهه. ما هو صغير هو مش عارف حتى لو مرحلة ثانوي. لا أنت ممكن تروح تتطوع. تمام. في الجمعية ديت مش لازم تكون مادية، لا ان انت بتتطوع ان انت تيجي وتساعد وتروح تقدم واجبات وتقدم في بلاد وقرى صغيرة بنطلع لها دعم في مثلا في مناسبات زي مثلا في رمضان في العيد في الأعياد. فغرزنا فيه الغريزة دي من صغره. فهيبدأ ان هو لما يوصل لسن معين لا دي حاجة بقت عنده، فلازم يبقى عنده نوع من المساعدة للآخرين. تمام. زي ما شفنا دكتور إيمان قالت الأسرة، دور الأسرة معي كان إزاي منا؟ لا دور الأسرة كان مختلف. يعني مثلا أسرة ذو الإعاقة كانوا بيتعاملوا في الأول إن هم رافضين المبدأ. أو مش قادرين يعترفوا مع إن ممكن يكون الطفل اللي معاهم عنده قدرات خارقة. بجد الأطفال دي لما بنشتغل عليهم صح بتتفرجي على مواهب منهم فظيعة. ما شاء الله. كانوا بيعملوا عرض مسرحي بورتمايند تحفة.
طبعا الاسره تعبت معانا كتير جدا، وكانوا بيجوا يحضروا عليها عامل معانا اساسي زي طبعا ما الدكتور ايهاب طبعا، بتقول. وبيغرسوا اهم حاجه اللي احنا بنشتغل عليها هو الاداء السلوكي، احنا ازاي نعرف نتحكم فيهم، دي حاجه مهمه جدا ان احنا انك انت تعرفي تتحكمي في الطفل ده وانت عارفه ان هو ذو الاعاقه، صعب جدا. وعندنا كمان اطفال مكفوفين واطفال فاقدين حاسه السمع، تمام. لا كنا بنشتغل عليهم كلهم، وكلهم عندهم استجابه ان هم يشتغلوا واستجابه ان هم يتعلموا، ما كانش حد شايف ان هو الاعاقه بتاعته معجزه عن شيء، لا بل بالعكس مش فارقه معاك. عندهم عندهم تحدي لنفسهم جامد جدا. طيب يمكن دكتور ايمان اشارت ان دور الاسره على الشخص الطبيعي اللي هو ممكن يشارك او يقوم بعمل تطوعي هو دور مهم جدا. انت بالنسبه لك كنتوني من صغرك وانت كنت في اعمال تطوعيه وبعدين انتميتي لمؤسسه المجتمع الاهلي، عايزه اعرف بقى دور اسرتك انت كان عامل ازاي معاكي؟ كانوا بيشجعوني طبعا. يعني لا كانوا بيشجعوني، ما كانوش قلقانين عشان انت بنت؟ لا طبعا ما حدش فيهم معترض، وكانوا بيشجعوني العمل التطوعي ان انا ابقى متحمله المسؤوليه. بتفرق كتير جدا، غيرت في شخصيتك كتير جدا لغايه ما انتميت طبعا للمؤسسات. لا لقيت فرق كبير، وفكره الرضا انك انت بتلاقي ناس اقل منك فانت بالنسبه لك تحسي انك انت راضيه، انا احسن من ناس كتيره، فهي دي طبعا بتفرق كتير. اكيد طبعا. طبعا. دكتور ايمان زي ما منا بتقول ان بيبقى ساعات الاسره بتبقى مش عارفه تتعامل يعني، وعلى ما تبتدي تاخد الدور وتبتدي ان هي تدور، بالاخص ان ده بالاعاقه ليهم طريقه معينه في التعامل، لازم يكون في حتى لو هم مش حاسين بده بس عشان انا اخرجهم من مود ان هم فاهمين ان هم عندهم اعاقه لفكره ان هم عندهم تحدي هيقدموه، لان ساعات فيهم صغار السن ما بنبقاش لسه عندهم الوعي الكافي. شايفه من وجهه نظر حضرتك ازاي ادعم الاسر دي؟ يعني يا ترى انا محتاجه حركه سابقه لان انا ابتدي ادور على الولاد، ان انا اتعامل مع الاسر نفسها نفسيا عشان اقدر اطلع بيهم عشان يقدروا يتعاملوا مع اولادهم؟ تمام، ده واجبنا احنا بقى. تمام، ده المجتمع واجبنا ايه بقى؟ انا مش هدور على كل اسره ان هي عندها اعاقه، عنده طفل محتاج مساعده، مش هلاقيه، هلاقي في دوري انا بقى او دور المجتمع هنا ان انا عندي شباب جميل جدا متطوعين، بنزلهم يشوفوا مثلا في القرى، يشوفوا في المناطق يعني العشوائيه، المناطق البسيطه المادياتها قليله، يدوروا، ما عندهمش، لا عندهم وعي انه مثلا يروحوا مؤسسه، عندهم وعي يروحوا اي مكان حد يساعد فيه، ده دور الشباب عندي انا بقى. بنزله للكرة والمناطق العشوائية، يجيب لي مثلا أسر يقول لي ده دوت عنده طفل عنده إعاقة ومحتاج مساعدة، نساعده هنا بقى. محتاج كرسي، محتاج ننمي فيه مهارة، محتاج علاج نسفره بره، محتاج إن احنا نجيب له علاج مجانا، محتاج، وإزاي بقى نرشد الأم والأب. بس عندي هنا مسؤولية للأم أكتر من الأب. تمام. الأب طبعا من النوع اللي يعني بيزهق بسرعة، عنده مثلا يقول لك يا أنا لسه هصرف على عيل مريض، عيل عنده إعاقة. ننمي بقى إزاي؟ بننمي الأم نفسها، نقول لها إزاي أنت عندك خير، ربنا مديكي خير في بيتك، فانت زي ان انت احنا معاكي، احنا هنساعدك ماديا بس معنويا ان انت تساعدينا وتدينا المقابل المساعده وتساعدينا مثلا، تبقى بس بصراحه عندهم قبول جامد يعني الحمد لله. والشباب يعني بصراحه مساعديننا كتير، عندي شباب يعني ما اقولكيش يعني متطوعين للخير جدا. يعني انا ما كنتش متوقعه ان الشباب دول عن ايه الحماس والجمال. عندنا استاذه منى اهي، استاذه منى بصراحه بامانه يعني هي اللي ادتني يعني احساس بالجمال وبامانه، وهي اللي ادتني حافز ازاي يعني الشباب الجمال دول. احنا دايما نقول الشباب الجداد مش في دماغهم حاجه خالص. زي ما بيقولوا زي بس زمان. بنشوف منهم مش زي زمان صح، كان بيتحملوا المسؤوليه زمان بقى، كان يعني ايه يعني قافلين على نفسهم شويه، يمكن التكنولوجيا كمان دخلت جدا قوي في حياتهم، ويمكن جدا حتى الاجيال الجديده كمان اكتر. طيب حضرتك اتكلمتي عن دور الاسره وتحديدا الام، طب المدرسه شايفه من وجهه نظرك ان ليها دور بقى. المدارس والجهات التنميه اللي معنا. تمام. المجتمع بقى. المدارس عليها دور كبير. بمعنى لو مثلا ازاي نودي مثلا ابنائنا في مدارس معينه، ما اجيش مثلا اقول لا هو عنده كده وعارف ان هو عنده
يعني اي من اي حاجه ذهنيه بسيطه حتى لو بسيطه. لا ما حطوش في اولاد ان هم طبيعيين. طب ده مش بيكون لصالحه؟ لا ان هو يندمج في المجتمع. لا بيبقى صعب التعامل معاه. صعب التعامل جدا. هو على فكره صعب التعامل معاهم جدا. ومش اي حد يعرف يتعامل معاهم. في مدرسين مخصصين للتعامل معاهم. ملوش علاقه بان انا مش هيكون المدرس الطبيعي العادي. ده سلوكي ده اهم حاجه انك انت تعرفي تسيطري عليهم. هي دي بتبقى مشكله بالذات في السن الصغير منهم. صعب جدا التعامل معاهم. اكيد. طيب يعني يا دكتور ما ينفع يعني من وجهه نظر حضرتك بلاش ان انا احطه في مدارس اللي هو فكره الدمج. لا هتبقى متعبه بالنسبه له. متعبه وهيحصل هنا تنمر. بنبعد بقى هنا عن التنمر. ما ندخلش ما تقدريش ان انت تجيبي مثلا طفل زيه زيه ويجي يتنمر عليه. لا ما تعملش كده. لا هو بيعمل كده لان هو طبعا ذو الاعاقه بيبقى ليه يعني مثلا حاجات طفريات كده بتطلع منه. طبعا الطفل الطبيعي مش هيحسها. مش هيقولك بتحصل من هنا نقطة التنمر. تمام. فاحنا عايزين نبعد عنه. احنا بنديله حافز. تمام. ان انت احسن من الطبيعي. انت احسن. انت هتبقى حاجة جميلة في المجتمع. تمام. فاحنا طبعا احنا عايزين نعمل. بس بصراحة وزارة التضامن بصراحة يعني معانا وبتساهم في الجزئية ده. بتساهم وبتوفر لنا حاجات كتير. ده هي من حقيقي بصراحة. ده هي. استاذة منى يمكن وانت بتتكلمي قلتي لا صعب وكنت متفقة مع دكتور إيمان في فكرة الدمج معاهم. لأن الحالات بتبقى حتى لو حالات بسيطة بتبقى الموضوع صعب في التعامل معاهم أو ليهم تعامل خاص. طبعا. طيب عايزة أعرف في وسط ما احنا بنتكلم عن مدرسة وبيت وأسرة أنت شايفة أن دور المدرسة مؤثر وعامل كبير قوي في حياتهم بشكل عام؟ جدا. احنا عندنا مراكز للتأهيل لذوي الإعاقة بجد بيبذلوا معاهم مجهود جبار. وانك انت 20 طالب قصادك من ذوي الإعاقة انك انت تعرفي تسيطري عليهم ده شيء مستحيل. صعب جدا. فعشان يبقوا مع اولاد عاديين هيبقى الشيء مستحيل. فهم بيحتاجوا مجهود جامد بس بتلاقي النتيجه في الاخر. يعني ممكن نتيجتهم احسن من ناس طبيعيين بكتير. طيب في نوع من انواع الاعاقات بيبقى صعب او استحاله التعامل معاها في وسط حتى ناس ثانيه عندهم اعاقه نفس القصه بيبقى صعب. اللي عندهم ضمور دي ناس بتبقى صعب التعامل معاهم جدا. صعب جدا. ما بتعرفيش تسكتيه. ما بيعرفش يسكت. على طول ساير. فانت عشان تهديه فالباقي بيخاف فبيعيط. فبتبقى مشكله صعبه. بس الامهات برضو بيساندونا في كده. لازم برضو تكون في نوع من انواع عشان هي بتعرف تهديه شويه. تمام. دكتور إيمان من وجهة نظر حضرتك شايفة بقى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة بشكل عام داخل الدولة وكمان أثرها على المجتمع شايفها إزاي من وجهة نظر حضرتك؟ شايفها بصراحة تأثيرها جميل جدا. وما عندهمش ان مثلا لا ده عندهم استعداد في العطاء اكتر واكتر واكتر وبيساعدونا وبيوفروا لنا حاجات كتير. مش احنا بس لان احنا ممكن نعمل لذوي الاعاقه. لا بنلجا كمان للجمعيات والمؤسسات. فهم بيبقوا فاتحين ابوابهم بصراحه لينا وبيوفروا لنا شباب ويقولوا لنا لا احنا هنساعد. نوع الاعاقه هنا بقى بتيجي تفرق. مثلا لما بيجي مثلا اعاقه احنا مثلا محتاج كورس الجمعيه بتوفره لنا. خلاص بقى عندنا نوع من التوفير. التعاون بقى ده ضروري ولازم. اهم حاجه التعاون بيننا وبينهم. انت بمجرد حضرتك بتدي طاقه لكن محتاجه برضه ان حد هيبقى يساندك ويعاونك. تمام. فالجمعيه بتتعاون معانا. ده هي. استاذه منى عايزاكي تقولي كده في نهايه لقائنا رسائل وكلمات تقوليها لمين وتجيله ايه؟ هو في جزء مجهول بس هو دور المرأة هي عمود البيت. ففي المرأة المطلقة والمرأة الأرملة. دي بقية الأجزاء. طيب قبل ما نقول الرسائل قولي لنا يمكن في جزء يعني هنشارك فيه دكتور إيمان. فكرة المرأة المطلقة والمرأة والأرملة. والأرملة دولت كمان موضوع تاني خالص. بنعمل لهم مشروعات صغيرة بس برضو احنا محتاجين أكتر لأن أنت مش هتعرفي. احنا بنعمل الجماعة بتعمل تحري فالأعداد كبيرة جدا. وخصوصا الأمرأة العاملة اللي زوجها تعبان هي بتصرف عليه. اللي هي مش باينة. في حاجات ما تبقاش باينة. صح؟ فهو انا حاساه ده اكتر دور مظلوم في المجتمع. وبالذات الارمله واللي جوزها هجرها دي بتبقى برضو مشكله كبيره. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحل المشاكل دي. فاحنا يعني لو ساعدونا اكتر ان احنا يعني الاعداد كبيره جدا وهو جانب مظلوم جدا وهي المراه عليها كل شيء.
يعني يا ريت ان شاء الله ربنا يوفقكم دايما ان شاء الله. دكتور ايمان، شايفه يمكن الجزء اللي هي قالت عليه الجزء المظلوم، رجعتنا تاني للحوار. الجزء المظلوم وهو جزء المراه المطلقه والمعيله والطارقه، المراه اللي جوزها هجرها، في بعض كمان الحالات اللي مش واضحه على المجتمع، مش واضحه بشكل وضوح كامل، يعني اللي هي ممكن تكون عندها زوجها تعبان وهي اللي بتقوم بكل شيء، حاجات كتير. المراه في الحته دي شايفه بقى اهميه النظر اليها او دور بقى في المؤسسات في النظر اليها؟ المساعده. المساعده، لان دور المراه هنا، المراه يعني الى حد ما هي المراه ضعيفه. تمام. لما يكون معايا انا كأم وعندي مسؤوله عن يعني مثلا ولد وبنت، بس انا معايا في الشخصين دول اني معايا احاله اعاقه، هقوم بيه ازاي؟ هصرف عليه ازاي؟ فلازم دور المجتمع هنا بقى والجمعيات هي بتساعد، بس احنا مش هنقدر ان احنا نستحوذ على جميع الاسر المساعده. فاحنا بنناشد هنا الاسره، التفكك الاسري هو ده عامل اساسي. الطفل اللي بيجي مش لازم يكون اعاقه، اللي خارج من بيت في تفكك اسري بيبقى مشكله. هي مثلا لما يجي في تفكك اسري، يعني ولد من ابناء يعني يخرج بره، يبقى في حاله ادمان، ما هي دي مشكله. ما هو ده التفكك الاسري. ما احنا مش هنقدر نستحوذ على جميع الاسر ونقدر نجيبهم ونساعدهم، فاحنا بنناشد ان يبقى في مساعده للسيدات والامهات، ان احنا نساعدهم وبنوجه لهم من خلال البرنامج. اي جمعيه واي مؤسسه هتيجوا وعلى بابها كلنا هنساعدكم. تمام، كلنا هنساعدكم. طيب، رسائل التفكك الاسري. التفكك الاسري يعني معنى كده احنا نقول زياده الوعي، وزياده الوعي لدى الاسره، لدى الاب والام. أكيد. لازم يعرفوا عواقب ما يتم بعد هذا التفكك او ما بعد الطلاق. هذا الامر. طيب، هيك بقى كلمات تحبي ورسائل كده تقوليها لمين؟ للاسره. تقولي لهم ايه؟ أقول لهم أي بيت فيه طفل عنده إعاقة ده خيره وبركة من ربنا، فإحنا نحاول إن إحنا نبقى معاه، نشوف مهاراته إيه، نقف جنبه نستمع إليه. السماع لو هو مش سامع بذهنه، سامع بأعضائه. تمام. وهو بيحس، فإحنا بنناشد الأسرة. الأسرة الصغيرة في المجتمع، المجتمع كبير بس احنا بنناشد الأسرة، احنا معاكم ومش هنسيبكم، وأبوابنا كلها مفتوحة دايما ليكم، واحنا معاكم، وأي مساعدة احنا تحت أمركم. قولي لي منى، تقولي ايه ولمين؟ أحب أشكر الأول الشباب اللي بيعملوا معانا مجهود جبار طبعا دون أي أجر مادي. أشكر طبعا وزارة التضامن لأنها سندتنا كتير جدا، واشكر فاصل نرجع معاكم مره تانية لهدى. خليكم معانا. مطمنين دايما وبالناس. وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا لنهايه حلقتنا النهارده، ونتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم بيها. النهارده قدمنا فقرات خاصه بالاسره كلها، اتكلمنا عن الحرف اليدويه مع مجموعه من البنات الشابات الجميلات، كانوا عاملين مشروع كده ان هم بيجوبوا 5 محافظات، وكانوا بيتكلموا على مجموعه من الحرف الجميله للسيدات، يعني ستات هي اللي بتعمل حلو قوي. انا عجبتني سنه الست دي قوي. كانت حلوه قوي، عايزين نتعلم. لا، وعجبتني قوي فكره لما قالت على موضوع غرز في اللبس. يعني دي كانت حاجه شيقه جدا، يعني ناس كتير ما تعرفش فعلا. لا، ما تعرفش، بس تخيلي هم بينهم من بعض عارفين لو دي لابسه ده، يعني ده معناها ايه الظروف المحيطه بيها الاجتماعيه. دي حاجه يعني جميله جدا. يعني فقرتك كمان كانت حلوه قوي، كانت مهمه قوي قوي بفكره التنميه البشريه وذوي الاعاقه وفكره الموده والرحمه بشكل عام. ودي كانت من الحاجات اللي دايما بنلقي الضوء عليها. كمان الفقره الثانيه اللي كانت هايله، يمكن فكره اعاده التدوير. نغير، كلنا محتاجينها. نعمل اي حاجه في اللبس فنغير من شكله فننبسط، يعني دي حقيقة. نحس انها حاجه جديده. هي فكره كمان اعاده التدوير بقى، خلينا ناخدها مش بس في اللبس، حتى في الاكل، علشان ما نهدرش في الاكل كتير. في ناس كتير بيتبقى منها بواقي، من مثلا طبخوا النهارده مثلا فراخ فتبقى ربع فرخه مثلا، ممكن بالربع الفرخه دي تعملي بيها اكله معينه تانية، يعني تقدر ان هي بالفعل ما تكونش عنصر اساسي، تكون في النص. على فكره موضوع اعاده التدوير في الاكل، ندور الاكل وندور كل
حاجه. خلصنا كده حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتم بيها ان شاء الله. نقابلكم بكره مع حلقه جديده ان شاء الله. مشاهدينا كده وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى تكون نالت اعجابكم، ونشوفكم بكره ان شاء الله مع فريق عمل جديد زينب تعمل بيوت.